وصلنا معلم. هونيك معنا 5 دقايق. فهمنا خلاص. إذا ما طلعنا بعد ما ناخد البنزين رح يقوصونا، ومين ما كان يكون رح يقتلوه يدفنوه. كم مرة بدك تلي هالحكي؟ معلم دفعنا مصاري كتير لنعرف المحل، إذا شكوا فينا أو فشلنا بالشغلة انسالة هاد الزلمة، ما بقى ممكن نلاقيه. عم تعرق كتير، شو بدك تكشف حالك؟ من الشو. لا الجو مانو شو حلو كتير. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلي السيارة على راسي. شكلك تعبت، أنا رح سوق. بس أنا مرتاح. أنا رح سوق. المحطة الجاية بعد كم كيلومتر؟ لوين بدكم تروحوا؟ على كربلاء. بس انت بالطريق الغلط. مو مستعجلين. شكرا. اهلين. ليش ما عم تشتغل؟ نحن لازم نروح. Thank you.
تنط. Who sent you? لا تحكي بدون ما حدا يسألك. لازم نطلع. بعد شوي بيكونوا هون. تتصل باللي بدك اياه على الطريق. دخيلكم طالعوني. بعطيكم شو ما بدكم بس طالعوني من هون. أنقذت زلمتي يا مراد علمدار. كل شي رح يكون مثل ما حكينا. رح جيب لك زلمتك وبتعطيني بنتي. إذا بتحكي شوي تاني وأنت عندك رح يقتلونا كلنا. أنا كل شي عم أعمله هلأ من شان بنتي، مو من شان زلمتك ورغبتك. عم تفهم؟ لو علي اللي قتلتلك يا هلأ أو بقتله لما بوصل لعندك. أي ماشي، أنا وعدتك بهالشي. قد ما بنتك مهمة بالنسبة لإلك، هذا الزلمي مهم بالنسبة إلي، مفهوم؟ امشي يا زلمته المهم، امشي. وصل على اسطنبول رئيس محطتنا الجديد يا طويل؟ وصل سيدي، قبل شوي تحرك من المطار باتجاه مقر سكنه. وبنته ومرته؟ جايب معه بنته.